وفجأة تحول بالليلي للاعب منضبط ولاعب لابدان يعود للمنتخب الوطني وكذا وكذا. والموسم الماضي لما كان في مدير الجزائر قامت القيامة حول المبلغ اللي قاضيه بالليلي، عن تصرفات بالليلي، عن ما يفعله بالليلي. الحق بكل صراحة تحش تشعر بأنه في بعض المرات المولودية تستهدف أو مستهدفة. ما هوش كلام شعبوي اليوم بالليلي في الترجي التونسي خلاص ولا الملك كي كان في المولودية كان هو المنبوذ في البطولة الوطنية. سا سي با نورمال.